مساكم الله بالخير، يا هلا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام وين ما كنتوا داخل البحرين وخارج البحرين في حلقه جديده من برنامجكم اليومي مجتمع واعي. مرحبا رجائي. يا هلا وسهلا فيك بسام، واكيد مسي على مشاهدينا بالخير. ومثل ما قلت يعني سواء من داخل او من خارج البحرين الكل عارف والكل شايف الاجراءات اللي تتخذها مملكه البحرين عشان تحمي مواطنيها والمقيمين على ارضها الطيبه وتحد من انتشار فيروس كورونا. فمثل ما قال سيدي جلاله الملك المفدى الله يحفظه ويرعاه ان المواطن دائما ياتي على راس الاولويات. بالتاكيد رقيه، يعني هالامور كلها كانت دافع للوزارات والهيئات والمؤسسات وحتى الافراد لمواكبه تطورات الجائحه ومواجهتها بالابداع والتميز في كل المجالات. يعني وفي هذا المقام يحق لنا ان احنا طبعا نعبر عن فخرنا بطلابنا صناع المستقبل اللي تحولوا مباشرة من التعليم الصفي إلى التعليم الإلكتروني عن بعد، وكانوا على قدر كبير من المسؤولية وسهلوا العملية على وزارة التربية والتعليم. يعني بالمختصر جاية يعني هذا الأمر ما زادنا إلا فخر بالديرة وأهلها. صحيح، أكيد يعني إحنا نفتخر فيهم ونفتخر في البحرين دائما، ومهما قلنا في حقك يا ديرتنا الغالية بنكون أكيد مقصرين. وبالفعل مثل ما دائما إحنا نقول إن البحرين بسام هي نور العين. بالتأكيد رقية، إحنا قبل يعني نبتدي بفقراتنا اليوم في حلقة اليوم مشاهدينا، إحنا ودنا حقيقة إن إحنا نشكر يعني مدرسة مدينة عيسى الثانوية البنات وبالتحديد مديرة المدرسة سبيكة سالم صالح وأيضا معلمة التربية الفنية الأستاذة أمل محمد سند. نشكرهم طبعا على الهدية هذه اللي قدموها لنا من خلال برنامجنا وبمناسبة طبعا نجاح العام الدراسي الحلو. يعني يا بسام نحن أكيد نجدد الشكر للمدرسة على هذه خلينا نقول الشيء الجميل، يمكن هو رمزي لكن في محتوى جدا بسيط، في طبعا يعني رمز حق الطلبة. نعم. ولابسين اللي هو ثوب التخرج، لكن الأحلى من كذي عبارات التحدي والإصرار اللي موجودة على طبعا ظروف اللي هو الكورونا اللي احنا فيها. فكل الشكر والتقدير لكم، وأكيد نجدد يعني نحن نبارك لجميع طلابنا من مختلف المراحل الدراسية هذا الإنجاز الكبير اللي سووه لهم واللي أولياء أمورهم. مشاهدينا خلكم معنا وتابعوا مواضيعنا المتنوعة في حلقة اليوم، ولكن أكيد من بعد الفاصل. نبتدي معكم مشاهدينا في جولة لأهم الأخبار اليوم، حيث ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، ترأس الاجتماع 15 للجنة
للجنة بتقنية الاتصال عن بعد. وفي بداية الاجتماع استعرضت اللجنة تقرير هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية حول الخدمات التي تم إنجازها والخطط والأولويات المستقبلية نحو التحول الشامل في الخدمات الحكومية في ضوء ما تم إنجازه من خدمات حكومية بلغت نسبتها 54% من الخدمات المستهدفة، والبالغ عددها 817 خدمة لأكثر من 30 جهة حكومية وخاصة، واللي تعزز حماية المتعاملين دون الحاجة للحضور الشخصي في مراكز تقديم الخدمات. وفي خبر آخر، أعلنت وزارة الصحة عن تدشين معرض فني افتراضي لرسومات الأطفال في مملكة البحرين، وذلك تجسيداً لقيم الانتماء والفخر والاعتزاز والمسؤولية الاجتماعية والتضامن، في إطار المشاركة في حملات العلاقات العامة التابعة للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة. وقالت سعادة الأستاذة فائقة بن سعيد الصالح وزيرة الصحة أن المعرض الفني الافتراضي لرسومات الأطفال في مملكة البحرين يتمحور حول أهم الجهود التي قامت بها مملكة البحرين في مجابهة فيروس كورونا كوفيد-19، كما سيعطي دلالة على وعي الأطفال بأهم الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها. وفي خبرنا الأخير، وتنفيذاً لتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا كوفيد-19، أكد سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون الكهرباء والماء أن اعتباراً من الأول من يوليو 2020 راح تتكفل الحكومة بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لكل من الأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر، وذلك بما لا يتجاوز فواتير الفترة نفسها من العام الماضي لكل مشترك. وأشاد الوزير بقرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، حول تفعيل عدد من المبادرات بعد الاجتماع والتشاور مع السلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وأخذ مرئياتهم من ضمنها التكفل بفواتير الكهرباء والماء لكافة المشتركين المواطنين في مسكنهم الأول لمدة 3 أشهر. يا أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا من جديد. جامعة البحرين الصرح العلمي الأول في مملكتنا الغالية استطاعت أن تتميز مرة تلو الأخرى من خلال مواصلة تعزيز موقعها بين الجامعات العربية والعالمية ومحافظتها على المواقع المتقدمة في مختلف المجالات. بالتأكيد جامعتنا الوطنية دائما ما تؤدي دورها الوطني على أكمل وجه من خلال تخريج طلبة متميزين في أدائهم العملي ووصولهم إلى المراكز المرموقة في المجتمع. وخلال هذا التحدي الصحي استطاعت جامعة البحرين مواصلة جهودها من خلال إيصال العلم في كل مكان واستخدام أحدث التقنيات من خلال التعليم عن بعد. بالتأكيد يعني تجربة فريدة خاضتها جامعة البحرين بعدد يعني طلباتها الكبير. بنتكلم عن هذه التجربة معنا عبر السكايب الدكتورة الشيخة في الخليفة مديرة مركز التعلم الإلكتروني في جامعة البحرين وأستاذ مساعد في قسم العمارة في كلية الهندسة. مسي عليك بالخير دكتورة، ويا ريت تحدثينا أكثر عن تجربة جامعة البحرين في التعليم عن بعد. مسيكم بالنور والسرور، أحب أمسي عليكم والمشاهدين اليوم. طبعا التعلم الإلكتروني ليس بجديد على جامعة البحرين، فقد تمت الموافقة على إنشاء مركز التعلم الإلكتروني منذ سنة 2004 من قبل مجلس الجامعة الموقر، أي يعني منذ ما يقارب 16 سنة، وتم افتتاحه سنة 2009 بدعم كريم من القطاع الخاص.
وحصل المركز وبعض أعضاء هيئة التدريس في جامعة البحرين على العديد من الجوائز الإقليمية والعالمية في هذا المجال، وكان آخرها حقيقة جائزة شركة بلاك بورد التحفيزية لقيادة التغيير اللي حصلنا عليها هذا العام، مما يعني أن جامعة البحرين لها باع طويل في توظيف التكنولوجيا واستثمارها في التعليم، وطبعا ما زلنا نبحث طرق توسيع سبل التعاون في مجال تكنولوجيا التعليم مع القطاع الخاص والعام. وركزت استراتيجية جامعة البحرين 2016-21 على التحول الرقمي وأهمية استخدام التكنولوجيا لحل المشاكل المعاصرة في مجال التعليم العالي. جائحة الكورونا حقيقة أعطتنا فرصة غير مسبوقة لنخطو خطوات واسعة إلى تنمية استخدام الأنظمة اللي توفرها الجامعة. تستخدم جامعة البحرين اليوم ومنذ انطلاق مسيرة التعلم الإلكتروني في الجامعة نظام البلاك بورد لإدارة التعلم، وهو نظام عالمي يستخدم في العديد من الجامعات العريقة إقليمياً ودولياً، وتوظف أيضاً الجامعة العديد من البرامج المساندة الأخرى منها حزمة مايكروسوفت 365 اللي تستخدم تطبيقاتها العديدة في تعزيز التواصل بين الأستاذ والطالب وتعزيز إنتاجية التعلم والتعليم بالجامعة، وأيضاً تستخدم للأنشطة اللاصفية من الإرشاد الأكاديمي والندوات والمؤتمرات. أيضاً توظف الجامعة برنامج ترنتن لكشف الانتحال العلمي في البحوث والواجبات في الأعمال الفكرية، والعديد من البرامج الأخرى اللي تربط المحتوى العلمي للمواد بدور النشر العالمية، وعدد من البرامج المختبرات الافتراضية. نحرص دوماً في جامعة البحرين على أن نكون مطلعين على أحدث المستجدات في عالم تكنولوجيا التعليم وتحديث النظام الرئيسي لجامعة البحرين اللي هو بلاك بورد لمواكبة التطورات في العالم. ولا أخفيكم علماً حقيقةً أن عملية حصولنا على البرامج المحدثة ليس بالعملية السهلة، فيتطلب يعني موافقات عديدة من جهات مختلفة مما أحياناً يقطع عملية التنمية، ولكننا نسعى جاهدين لأن نتابع بشكل يومي مستجدات حصولنا على الموافقات الرسمية لننطلق بالمسيرة التعليمية في جامعة البحرين من خلال تحديث أنظمتنا وشراء برامج عالمية تساعد التطور العلمي في جامعة البحرين. وقد استعد مركز التعلم الإلكتروني حقيقة منذ نهاية العام الماضي وقبل جائحة الكورونا لطرح جميع المواد على منصة إدارة التعلم، وما كنا في وقتها عندنا يعني فكرة أن احنا بنحتاج نطلع على منصة إدارة التعلم 100%، وكانت كل المواد مطروحة وجاهزة لاستخدام أعضاء هيئة التدريس في تحميل المحتوى العلمي، مما وفر علينا الكثير من الوقت والجهد في بداية الجائحة. أيضاً جامعة البحرين قامت بتكوين لجنة التعلم والإبداع الرقمي وعدد من اللجان الداخلية التي تسعى إلى ضمان سلاسة عملية التحول في ظل الظروف الراهنة. وقمنا أيضاً بتوفير عدد من المنصات لخدمة أعضاء هيئة التدريس والطلبة في حين إذا كان عندهم أي استفسار أو مشاكل تقنية في استخدام النظام. هذه طبعاً بالإضافة إلى العدد الكبير من الدورات التدريبية والورش اللي قام فيها مركز التعلم الإلكتروني لتدريب أعضاء هيئة التدريس لاستخدام المنصات. فدربنا يعني في الفترة السابقة ما يقارب 86% من أعضاء هيئة التدريس في بداية الجائحة، وباقي أعضاء هيئة التدريس لم يحتاجوا الورش التدريبية، حيث أن كما ذكرت النظام موجود في جامعة البحرين منذ مدة طويلة. وبلغت نسبة استخدام برنامج نظام البلاك بورد في الفصل الدراسي الثاني 95.6% من أعضاء هيئة التدريس، و 91.2% استخدموا برنامج تيمز، حيث تم تسجيل عدد كبير من المحاضرات. فيعني عندنا ما يزيد عن 1.5 مليون ساعة بث مباشر للاجتماعات والصفوف الافتراضية في جامعة البحرين، وما يزيد عن 100,000 ساعة لمشاركة الشاشة خلال الفصول الافتراضية اللي هو شير سكرين. ولاحظنا مع انتهاء الفصل الدراسي قلة عدد التظلمات في نتائج الفصل الدراسي الثاني، طبعا هذا يشيد بنجاح العملية التعليمية عن بعد من خلال جائحة الكورونا. نتائج التجربة في تقديرنا حقيقة كانت ناجحة ورب ضرة نافعة، فالتعليم اليوم ينحني حقيقة منحنى آخر على النطاق العالمي أيضا، فتسعى الدول المتقدمة على التركيز على المهارات اللي تعلمها الطالب بدلاً من الشهادات الجامعية، وعلى مشاركة الطالب على المحتوى العلمي عوضاً عن حضور الطالب فقط في الصف الدراسي. وهذا ما حقيقة نسعى إليه في جامعة البحرين اليوم، وأتوقع أن تغيير المسار التعليمي بسبب جائحة الكورونا بغير المسار التعليم في مملكة البحرين بشكل عام ومسار التعليم العالي بشكل خاص في جامعة البحرين.
الدكتورة الشيخة فيا الخليفة مديرة مركز التعلم الإلكتروني في جامعة البحرين، أستاذ مساعد في قسم العمارة في كلية الهندسة، شكرا جزيلا لك، ويعني نتمنى لكم طبعا التقدم والازدهار، ويعني إلى الأمام دائما جامعة البحرين، الجامعة العريقة، الجامعة الأولى في مملكة البحرين، يعني جامعتي طبعا اللي أنا افتخر فيها وافتخر أني من خريجيها طبعا، يعني قدرت خلال هذه الفترة أنها تستوعب هذا التحدي يعني ويعني وتصدر مجموعة من القرارات اللي يعني من خلالها تجاوزت هذه المرحلة بكل نجاح في الفصل الثاني، وكذلك أيضا تجربة التعلم عن بعد. جامعة البحرين معروفة يعني وجامعة مرموقة على مستوى الوطن العربي على المستوى العالمي بتخصصاتها وببرامجها، يعني ويكفيها طبعا فخر يعني الدعم اللامحدود اللي يعني يقدم لها من قبل سيدي جلالة الملك المفدى الله يحفظه ويطول بعمره، وجلالته طبعا تفضل بزيارة هذه يعني الجامعة لأكثر من مرة، وهذه يعني فخر لنا جميعا بلا شك رقيب. أكيد يعني بس ما شاء الله عليك أنت أزهرت كل شيء، فحين أنا بس يمكن بضيف أنا بعد ترى خريجة الجامعة. عامة طبعا إحنا أكيد نفتخر بجامعتنا الوطنية الأولى، ونفتخر بجميع مؤسسات التعليم العالي في مملكة البحرين، واللي ولله الحمد يعني الجميع أثبتوا جدارتهم، أثبتوا يعني أن الحمد لله مع جائحة كورونا التعليم في مملكة البحرين ما توقف في جميع المراحل، إن كانت المراحل خلينا نقول الدراسية الأولى أو حتى المتقدمة في مؤسسات التعليم العالي، واليوم قاعدين نشهد نجاحات الطلبة، قاعدين نشهد تفاعلهم الكبير مع التعلم عن بعد، وقاعدين نشوف إن شلون يعني قدروا الحمد لله طلابنا يعني بفضل الدعم المستمر اللي كانوا يحصلونه إن كانوا من المؤسسات التعليمية نفسها أو حتى يعني كفاية من العبارات الأبوية اللي توجهت لهم من يعني حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى الله يحفظه ويرعاه، ودائما ما كان يعني سمو الشيخ ناصر الداعم الأول لطلابنا المتفوقين والناجحين ويحثهم على مواصلة الدراسة. حقيقة هنيئا لنا جميعا في إن احنا في مملكة البحرين ونحظى بهذا الاهتمام الكبير في القطاع التعليمي. احنا مستمرين ولكن بالتأكيد لكن عقب هذا الفاصل وراجعين لكم مشاهدين. كل وزارات وهيئات المملكة ما وقف شغلها أبد من بداية كورونا، بالعكس كانت فترة التجديد والإبداع وفرصة لتحقيق درجات عالية من الاحترافية في العمل عن بعد، والكل أثبت أنه قادر أنه يستمر في العمل والإنتاج برغم كل الظروف، ما في شيء وقف. بالتأكيد ومن بين هذه الوزارات طبعا وزارة الداخلية كانت واحدة من تلك الجهات اللي تأكد دائما على حرصها على تقديم البرامج الدراسية والتدريبية ذات الجودة العالية بما يسهم في تطوير الأجهزة الأمنية والعاملين فيها بمختلف مستوياتهم الإدارية ومؤهلاتهم العلمية كذلك. وحرصت كذلك الوزارة خلال هذا التحدي على التعليم بأن ما يتوقف، واعتمدت كذلك بالتعليم عن بعد. اللقطات التالية راح تستعرض جانب من التعليم في الأكاديمية الملكية للشرطة، نشوفها معاكم مشاهدينا وراجعين الحديث حول هذا الموضوع.
اليوم يبقى ان احنا قاعدين نتكلم عن التعليم والدراسه عن بعد، صرنا ان يكون معنا عبر الهاتف سعاده العقيد عبد الله علي الشيخ، امر الكليه الملكيه للشرطه. مساك الله بالخير سعاده العقيد. مساكم الله بالخير، اهلا وسهلا. يا هلا وسهلا فيك. ودنا لو تخبرنا عن الاجراءات اللي اتخذتها الاكاديميه الملكيه للشرطه لضمان استمرار العمليه التعليميه والتدريبيه للمرشحين الضباط في ظل الوضع الصحي الحالي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تمثلت الاجراءات اللي اتخذتها الاكاديميه الملكيه للشرطه في ظل الوضع الصحي بعد انتشار جائحه كورونا. طبعا هذه كان قرار سيدي صاحب المعالي وزير الداخليه المقر في ان احنا نستمر في البرنامج التعليمي والتدريبي للمرشحين الضباط، وامانه ان كان هذا القرار هو الدافع والتحدي للكادر التعليمي والتدريبي والاداري في وضع الخطط والتنسيق فيما بين. كذلك حرص يعني سيدي سعاده رئيس الامن العام المقر ومتابعته للبرنامج في ظل انتشار جائحه كورونا، والاهتمام بمدى فعاليه البرامج والاستمراريه في تنفيذها، مع الأخذ بالاعتبار جميع الإجراءات الاحترازية من ناحية التباعد، الالتزام بلبس الكمام، النظافة، وأيضا المتابعة الحثيثة أمانة من قبل سيدي سعادة آمر الأكاديمية الملكية للشرطة في نجاح واجتياز هذه المرحلة. وتم تشكيل أيضا فريق معني بالإجراءات الاحترازية للتصدي لجائحة كورونا في الأكاديمية الملكية للشرطة. نعم سعادة العقيد، يعني لو تكلمنا أكثر عن دور الأكاديمية الملكية للشرطة في إعداد وتأهيل المرشحين ضباط. طبعا تمثل دور الأكاديمية الملكية للشرطة في إعداد وتأهيل المرشحين الضباط حول البرامج التعليمية والبرامج التدريبية وأيضا البرامج الانضباطية والبرامج الرياضية والثقافية، وكذلك البرامج التطبيقية اللي يتم تطبيق المرشحين في بعض الإدارات الخارجية، أيضا يعني لإعداد وتأهيل المرشحين لكي يعني يواكبون يعني الجاهزية في أداء الواجب بفاعلية وسرعة الاستجابة. نعم سعادة العقيد، يعني وإحنا في نفس السياق أيضا لو تخبرنا عن أهم دور للأكاديمية الملكية للشرطة في مجال التعليم وتأهيل منسوبي الأكاديمية. طبعا تأهيل منسوبي الأكاديمية من مرشحين الضباط بعد اجتياز جميع متطلبات التخرج. طبعا متطلبات التخرج تمثل في المتطلبات العلمية من المواد القانونية والشرطية، وأيضا المتطلبات الرياضية والانضباطية والسلوكية، وهذه المتطلبات متساوية لتأهيل مرشحين الضباط نظام الأربع سنوات للحصول على شهادة البكالوريوس في القانون والعلوم الشرطية، ونظام المرشحين الضباط الجامعيين للحصول على الدبلوم العالي في القانون والعلوم الشرطية والدبلوم في العلوم الجنائية والشرطية. كذلك كلية تدريب الضباط وهي الكلية المعنية بتأهيل الضباط في مختلف الدورات التأسيسية والمتقدمة، وأيضا برامج الدراسات العليا لنيل درجات الماجستير. وأخيرا عندنا معهد تدريب الشرطة وهو المعهد المختص بتدريب وتأهيل ضباط الصف والأفراد في دورات متعددة ومختلفة لرفع الجاهزية في القوة البشرية بكفاءة وفاعلية. نعم سعادة العقيد، يعني احنا دائما نسمع عن الجهود الكبيرة اللي تقومون بها يعني في تطوير العلوم الشرطية والقانونية والاجتماعية والإنسانية كذلك، يعني يا ريت لو تخبرنا عن هذه الجهود الأكاديمية في المجالات اللي ذكرتها يعني من جانب تأهيل رجل الأمن. نعم طبعا دور الأكاديمية الملكية للشرطة في تطوير العلوم الشرطية والقانونية والاجتماعية والإنسانية في تأهيل رجل الأمن يأتي عبر مراحل. طبعا المراحل هي أول شيء استقطاب الأساتذة والمحاضرين، أيضا توقيع الاتفاقيات بين الأكاديمية والمعاهد العربية والأجنبية والجامعات المحلية مثل جامعة البحرين والجامعات العربية والأجنبية في تطوير العلوم الشرطية والقانونية، وأيضا الشراكات أمانة الشراكات الاستراتيجية بين بعض الأجهزة الأمنية في مجال العلوم الشرطية والبحوث والدراسات. وطبعا هذه كلها يأتي عبر مجلسي الأكاديمية الملكية للشرطة ممثلة في مجلس أمناء الأكاديمية الملكية للشرطة برئاسة سيدي صاحب المعالي وزير الداخلية الموقر،
والمجلس العلمي برئاسة سيدي سعادة رئيس الأمن العام الموقر في ظل السياسة العلمية والتدريبية للأكاديمية الملكية للشرطة لتطوير جميع المتطلبات الآنية والمستقبلية، والتأكيد المستمر والدائم من قبل يعني سيدي صاحب المعالي وزير الداخلية الموقر في الاهتمام بالجانب الاجتماعي والإنساني. والحمد لله يعني في الأكاديمية تم تأسيس مكتب الإرشاد الاجتماعي والنفسي في الكلية الملكية للشرطة قبل سنتين تحديدا في عام 2018، يغطي الجوانب الاجتماعية ومعالجة جميع المشكلات ووضع الحلول لها عبر مختصين في المجال الاجتماعي والإنساني. نعم، يعني سعادة العقيد عبد الله علي الشيخ آمر الكلية الملكية للشرطة، شكرا جزيلا لك. شكرا، شكرا لكم. قسما ووعدا نصون ونحمي البلد، ملكا وحكومة وشعبا، أرضا وجوا وبحرا، البحرين أمانة في أعناق رجال الداخلية، خدمة المجتمع من القيم الأساسية، جيلا بعد جيل ينقل رجالها عهدا ورسالة، العمل بإخلاص وتصميم على أمن المواطن والمقيم. تحديات كثيرة وكبيرة واجهتنا خلال هذه الجائحة، صعوبات جديدة في أكثر من مجال، أثبتت البحرين أنها قدها وقدود وواصلت جهودها وتمكنت من التغلب على كثير منها، وبالتأكيد مجال التعليم وهو أحد هذه المجالات. بالتأكيد يعني رقي التعليم العالي هو أبرز الأمور اللي ترتكز عليها منظومتنا التعليمية، هذه الجامعات والصروح التعليمية المهمة في المملكة تعاملوا مع الجائحة بأساليب مبتكرة علشان يوصلون في دورهم الوطني. طبعاً جميع المؤسسات التعليمية في البحرين تمكنت منها تواصل دورها في التعليم من خلال استنادها على التواصل عن بعد والتكنولوجيا الحديثة وتقنية المعلومات، وبدون ما يأثر على التباعد الاجتماعي على متانة المادة العلمية والأكاديمية المقدمة لأبنائنا الطلبة. بالتأكيد رقية، طبعاً هذه التحديات إحنا نفخر بأن إحنا وقفنا في مواجهتها جميعا، ونفخر مؤسساتنا التعليمية اللي تواصل دورها رغم كل الظروف وكل الإجراءات الاحترازية. زميلنا يحيى العمري زار جامعة العلوم التطبيقية وعدلنا هذا التقرير، نشوف التقرير ونرجع نكمل باقي حديثنا. قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين قطاع حيوي يزخر بالعديد من المجالات المتنوعة والخبرات العلمية والأكاديمية المتميزة، ويعد ركيزة مهمة من ركائز المسيرة التعليمية في المملكة. وفي ظل جائحة كورونا تفاعلت جميع الجامعات في المملكة بإجراءات استباقية واحترازية هدفت إلى ضمان مواصلة المسيرة التعليمية. جائحة كورونا طبعا يعني كانت مفاجأة للجميع، بتصور للجامعات وللمدارس ولكل الوزارات يعني، بس الحمد لله تعاملنا معها في التعليم العالي بصورة فعلا طيبة وسلسة حتى نحافظ على يعني طبعا أمال الطلاب أن يكملوا دراسات ويتخرجوا. الحمد لله يعني الأمين العام للتعليم العالي ومجلس التعليم العالي كانوا سباقين في إرسال الإرشادات والجايدلاينز بكيفية التعامل مع التعليم عن بعد والتقييم عن بعد. والجامعة منذ شهر مارس، بداية شهر مارس ابتدأنا بالتعليم عن بعد والتقييم عن بعد، فأنهينا الفصل الثاني من عام الدراسي، والآن تقريبا رح ننهي الفصل الصيفي. تم تخصيص أجهزة حواسيب لجميع أعضاء التدريس والهيئة الإدارية لضمان سير العملية التعليمية بكل يعني مرونة، وما في أي انقطاعات بين الطالب وبين أعضاء التدريس بالجامعة، وكما حرصت الجامعة بكل الإجراءات اللي تم اعتمادها من الجهات المعنية في البحرين
بخصوص الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة اللي تمر فيها البلاد. الجامعة إلى اليوم لم تصبها أي إصابة من كافة موظفينها بفضل يعني جهود الإدارة والتزام جميع العاملين فيها. كما تعلمون أن الدراسة كلها عن بعد، فيجب أن يكون التواصل بيننا وبين الطالب يعني قوي ومثل ما هو كان سابق بحضورهم للجامعة. أساليب التعليم والتواصل في قطاع التعليم العالي شهدت تنوعاً وتطوراً كبيراً يتناسب مع حجم التحديات والظروف الاستثنائية المحيطة بنا، وذلك لضمان سلامة الطواقم الأكاديمية والطلبة بما لا يخل بالمحتوى العلمي. في الحقيقة احنا بنحاول انه دائما نعوض غياب الطلبة عنا بتكثيف عملية التواصل معهم، ويعني تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتقديرهم لذواتهم بسبب البعد اللي موجود حاليا، ونحاول ان تكون المحاضرات دائما على أفضل مستوى بحيث ما يشعر الطالب بأنه انقطع عن التواصل فيما بيننا. من المعروف أنه المحاضرات يعني بيكون في للغة الجسد دور كبير في تقديم المحاضر لهذه المحاضرة حتى يضفي عليها جوا من المتعة والتشويق للطلبة وزيادة يعني السعة في مداركهم. هذا الأمر في الحقيقة هو شكل بعض التحدي لنا، ولكن نستطيع أن نتغلب على هذا بما أن التعليم الافتراضي موجود في عناصر العملية التعليمية، المنهاج والأستاذ والطالب. إحنا كلنا بصراحة بعد ما بدأنا الأونلاين تيتشينج كان في تفاعل من الطلبة كويس جدا، نسبة الحضور عندنا كانت عالية جدا، ودي كانت حاجة بتشجعنا. يعني أنت دايما أي حاجة تبدأها في الأول متبقاش عارف كل حاجة مش شايفها قدامك. أنا كنت خايف إن الطلبة ما تتفاعلش زي الأول، بالعكس إحنا عندنا في هندسة فكرة ان المادة عملي، فكرة ان في حاجة تانجبل بتتقدم، فكرة انك انت if you missed something صعب جدا تفهمها لوحدك، فكان الطلبة بتتفاعل معنا بطريقة كبيرة جدا. بس برضو كان في strength point ان المحاضرة بتتسجل، فالطالب حتى if he missed a lecture كان ممكن يحضرها في اي وقت. فبالعكس performance بتاع الطلبة عالي في حاجات كتيرة قوي، والطالب حاس انه responsible، ودي ميزة الطلبة على فكرة في هندسة. إصرار وثبات على المبادئ الأساسية لنجاح العملية التعليمية في إيصال رسالتها النبيلة، وذلك بمشاركة فاعلة وإيجابية يساهم في نجاحها الأساتذة والمحاضرون والطلبة أنفسهم. قطاع التعليم العالي في مملكة البحرين ومنه بالتأكيد جامعة العلوم التطبيقية أبدى استعداده التام لمكافحة جائحة كورونا من خلال استعداده التقني والإلكتروني والتعليمي لضمان استمرار العملية التعليمية وعدم انقطاعها وفق أعلى المعايير المعمول بها في أرقى مؤسسات التعليم على مستوى العالم. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. من بعد ما شفنا معكم مشاهدينا هذا التقرير اللي عدنا زميلنا النشيط يحيى العمري، راح اتحدث اكثر عن دور جامعة العلوم التطبيقية بشكل اكبر مع ضيوفنا في الاستديو الدكتور محمد يوسف نائب رئيس جامعة العلوم التطبيقية للشؤون الإدارية والمالية وخدمة المجتمع، والطالب محمد احمد جناحي رئيس مجلس الطلبة في الجامعة. يا هلا وسهلا فيكم. هلا وسهلا فيكم، ان شاء الله يعطيكم العافية. الله يعافيك. نشكركم على هذه الاستضافة، وعسى الله ان يحفظ مملكة البحرين حكومة وشعبا ان شاء الله. الله يا رب العالمين. دكتور. يا رب امين. دكتور، بداية لو حبينا نتكلم عن خلينا نقول جامعات البحرين يعني بشكل عام، يمكن والجامعات الخاصة أو مؤسسات التعليم الخاصة بشكل خاص، هل اليوم احنا كنا فعلا مستعدين لمثل هذه الجائحة، وشنو كانت يمكن أبرز الإجراءات اللي احنا خذيناها؟ والله يعني أمانة أنا أتكلم عن إدارة جامعة العلوم التطبيقية، يعني سبحان الله رب ضرة النافعة، يعني قمنا بعدة إجراءات يعني اضطرارية في تشكيل لجان من أجل يعني مكافحة وتخفيف هذه الأزمة على الجامعة. فبدينا ببعض الإجراءات من إيجاد ورش تعليمية وتثقيفية إلى جميع الطاقم الأكاديمي والإداري وأيضا إلى الطلبة
في هذا المرحلة. أيضا وجدنا بعض يعني شكلنا كول سنتر. هذا الكول سنتر كان وسيلة الاتصال بيننا وبين الطلبة، وهذا الحمد لله كان تميز في إدارة أساسا لو عندهم استفسارات مثلا في كيفية التعامل. نعم نعم بالضبط، مع توزيع الكمامات. أيضا في من الأشياء المميزة لإدارة الجامعة الحمد لله، وهذا بتوفيق من الله عز وجل وبتوجيهات من سعادة رئيس الأمناء الأستاذ الدكتور وهيب الخاجة ورئيس الجامعة أستاذ الدكتور غسان عواد، قمنا أيضا بالتواصل مع شركات توصيل من أجل بعث الكتب إلى منازل الطلبة هم في البيت. نعم. يعني هذا الأمر سهل على الطلبة، وأيضا كان هناك هدية ماسك مكتوب عليه ASU، يعني من باب التواصل مع الطلبة في هذا الموضوع. ممتاز. طبعا يعني احنا ما كنا متوقعين هذه الجائحة بالتأكيد. نعم نعم. كإجراءات في البحرين يعني تم اتخاذها بشكل استباقي، لكن ان احنا نتحول بشكل كامل في نعم. مؤسساتنا التعليمية يعني التعليم رقمي، هذا ما كان متوقع، لكن كانت في مرونة. هذا نعم. هذا الحلو، شفنا مرونة في جامعة البحرين وجامعاتكم الخاصة طبعا. صحيح. جامعة العلوم التطبيقية بالتحديد. يعني محمد لو سألتك يعني انتم كطلبة بالتأكيد يعني ايضا ما كنتم متوقعين هذا الشيء، لكن شلون استقبلتوا هو يعني العملية الجديدة في التحول الرقمي؟ والله مثل ما ذكرت احنا كطلاب كلش ما توقعنا هالجائحة، ما توقعنا الإجراءات اللي بتصير والأشياء اللي بنمر فيها، بس مثل ما قلت احنا في نفس الوقت تفاجأنا ان من اسبوعين من صدور قرار ان خلاص يا جماعة ما في طالب بالجامعة، ما في على قولتهم كلاسات لكم. تفاجأنا اسبوعين من عقب صدور هالقرار ان كانت فصولنا الافتراضية جاهزة، التعليم مستمر، كان عندنا اللي هو الفيرتشوال كلاسز. والشيء اللي اثار اعجابنا اكثر انه كان على منصة ومواقع الجامعة نفسها، يعني ما يعني ما اضطريتوا انتوا تروحون الى برامج اخرى؟ لا 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 لا، كانت نفس يعني المنصة في نفس موقع الجامعة، الطالب يحط الاي دي ماله والباسورد لين يدخل، في عنده جانب للفصول الافتراضية كل شيء موجود، حتى الساعات المكتبية اللي كنا نروح للدكاترة عشان نستشيرهم ما انحرمنا منها، الساعات المكتبية موجودة، تحجز ابوينتمنت مع الدكتور وتقدر تدخل وياه. جميل. ممتاز. جميل جدا. يعني انتوا بعد يعني كونك مجلس الطلبة بعد يعني صار عندكم مسؤولية مضاعفة التواصل مع الطالب. والله هاي شيء بعد كان ثاني. احنا كأول طالب اولا بالتاكيد، وصوت الطالب مو بس الخدمه ايضا لازم. نعم. هم يكونون صوت الطلبه عند الاداره، فيعني اكيد عندنا لحين وايد عشان نتكلم فيها ويا جماعه. بالتاكيد احنا بنستمرين معاكم بالتاكيد، لكن بعد هذا الاتصال يسعدنا ويسرنا ينضم معنا عبر الهاتف الدكتور وهيب الخواجه، رئيس مجلس الامناء ورئيس لجنه التخطيط الاستراتيجي واداره الازمات في جامعه العلوم التطبيقيه. مساك الله بالخير دكتور. مساكم الله بالخير ومشكورين. في الحقيقة يعني احنا الجامعة من في مراحل مبكرة يعني فطنا حق الأشياء اللي لازم نستعد لها في مثل هالنوع من الحالات يعني أمانة. نعم. فمجلس الأمناء عندنا يعني من فترة ولجنة التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر بالجامعة اللي أنا رئيسها كرئيس مجلس الأمناء دائما تضع في حسبانها مثل هذه المخاطر اللي ممكن تمر على مؤسسات التعليم العالي. واحنا تقريبا يعني من يعني بدأنا استعدادات او هالامور هذه من فتره طويله من بعد 2011، ان يعني لو بكره كان في اي عائق للطلبه لحضور محاضراتهم لسبب ما او اخر الجامعه تكون مستعده لمثل هذا الشيء. فالحمد لله يعني احنا بعد ما في شهر 1 يناير تم ايقاف الدراسه في الصين، تم حينها تفطن ضروره الاستعداد لاحتمال يكون قريب في البحرين. ف فقام مجلس الأمناء ولجنة التخطيط الاستراتيجي وإدارة المخاطر بالإسراع في بداية شهر فبراير في تجهيز الجامعة بكافة الدورات المتطلبة لاستعمال التقنيات الموجودة حينها، اللي هي عندنا تقنيات خاصة بالتعلم الإلكتروني التفاعلي اللي كان في انتراكشن بين الطالب والأستاذ، وفي يعني الأشياء الخاصة بالمحاضرات ومشاركة الطلبة وتسجيل المحاضرات، وأيضا اللقاءات الصفية بين الطلبة. فكان هذه الاستعداد الحمد لله كان متوفر عندنا من فترة، والتقنية موجودة من خلال تقنية الموديل وهذه. فالحمد لله تم خلال فترة وجيزة في وقت قصير
يعني خلال ايام يعني اعاده تدريب اعضاء التدريس على هالتكنولوجيا وتاكد ان هم فاهمينها، وايضا عمل ارشادات للطلبه كيفيه التعامل معها. والحمد لله. نعم دكتور وهيب، اذا تسمح لي دكتور، يعني بهذا السؤال، هل النتائج النهائيه يعني لبت طموحاتكم في مجلس الاداره؟ والله نشوف، احنا في الحقيقه ما في شك يعني ان هذه تحدي للجميع. زين، واحنا نحس ان هذا التحدي احنا الحمد لله وفقنا لحد ما ان احنا تلبي الطموح لحد ما، خاصه وان احنا كنا متبعين يعني افضل ممارسات العالميه في هالمجال، فطلعنا على افضل ممارسات العالميه وعلى يعني الجايد لاينز الخاصه بالانكا والمنظمات الدوليه اللي يعني تعطي تعليمات التعليم الالكتروني التفاعلي عن بعد يعني. فمشينا بالطريقه اللي هم ماشيين فيها، وجدنا انها الطريقه سلسه وسهله وايضا يعني مفيده وفعاله يعني. نعم. فايضا احنا يعني بالعكس يعني انا اعتقد هذه الطريقه، وكل يوم بعد يوم يعني اذا كان في قصور لتداركه الفصول اللي وراها يعني. لكن اعتقد ان جاي شيء جيد ان الجامعات البحرينيه ولله الحمد يعني وفقت لحد ما انها تتعامل مع ازمه جائحه كورونا، ويعني تعطي التعليم العالي المتميز وخلال فتره وجيزه، وهي كلها بفضل رب العالمين، ثم بفضل القياده الرشيده اللي وفرت الامكانيات واللي يحتاجه قطاع التعليم والتعليم العالي بشكل خاص يعني. نعم. هذه النجاح بالتأكيد يعني دكتور يعني نتيجة استراتيجيتكم الناجحة اللي وضعتوها خلال هذه الفترة الاستثنائية، وإحنا بلا شك ترى دكتور يعني إحنا نبارك لكم، وإحنا بالعكس في هذه الحلقة قاعدين نحتفي ونحتفل بأبنائنا الطلبة. دكتور وهيب الخاجة رئيس مجلس الأمناء ورئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات في جامعة العلوم التطبيقية، شكرا جزيلا لك. طبعا يعني اليوم لما نسمع عن هذه الإنجازات الكبيرة ونتكلم عن المرونة اللي صارت فيها مؤسسات التعليم العالي بشكل عام، هذه خلينا أيضا نحن نتوجه إلى الآن يعني خلينا نقول توجه آخر، خاصة يمكن أنا بوجه لك السؤال محمد. لما احنا كنا متعودين كطلبة نكون قاعدين في فصول حقيقية فعلية في تواصل مباشر ما بيني وما بين مثلا الدكتور أو المحاضر، يمكن كانت أمور كثيرة فيها تسهيلات، وأنتوا يمكن حتى ما كنتوا تشعرون أن في أي صعوبة في أي عراقيل في اللي هو تواصل مع الجانب الأكاديمي مع الدكاترة. اليوم ومن عقب ما تحولنا إلى التعليم عن بعد، في أمور كثيرة يمكن يعني كانت في البداية صعبة علينا أن احنا نتقبلها وما كنا عارفين شلون نتكيف وياها. فلو بسألك يعني محمد، أنت إيش رأيك في عملية أن احنا نتحول من الدراسة الاعتيادية والتقليدية إلى أن احنا نتحول للتعليم عن بعد؟ هو لا شك احنا كطلبة في المقام الأول نفضل الدراسة الاعتيادية، لأن الشعور إن أنا قاعد في الفصل قدامي الدكتور وفي تفاعل معه مع زملائي الطلبة غير عن الفصول الافتراضية، بس أنا أشوفها كنقلة نوعية بالنجاح اللي حققناه، شيء ملحوظ وشيء ممتاز بالنسبة لي. يعني مو بس احنا عندنا كفصول، احنا كانت عندنا وايد اشياء كطلاب نخلصها او اجراءات لازم نسويها حضوريا، مثل مواضيع براءه الذمه للتخرج، مواضيع تقديم مثلا حق صندوق دعم الطالب، وايد اشياء كان لازم حضور الطالب، والطالب يملي بعض البيانات ويروح حق الادارات في الجامعه عشان يخلص اوراق، كلها صارت عن بعد. يعني اداره الجامعه مشكوره، ما قصرت، سهلت كل شيء علينا، واحنا يوم بعد يوم شوي قاعد نتعود على الفيرتشوال كلاسز او الدراسه عن بعد. في تفاعل حلو في الفصول الافتراضيه؟ في تفاعل حلو، جميل التواصل، يعني تحسون ان انتم فعلا يمكن جانب خسرناه اللي هو ان احنا نكون مع بعض كمثلا زملاء في صح. صف واحد، يمكن ان احنا وجودنا بشكل مباشر مع الدكتور، بس ايضا يمكن الفصول الافتراضيه دكتور اتاحت بعض المميزات للطالب. والله انا يمكن مع اخوي محمد ان هي اتاحت بعض الفرص، لكن البعد يعني انك انت تكون بعيد عن من خلال الدراسه يعني يشكل في بعض الصعوبات على الطالب وعلى الدكتور، ولكن الحمد لله اداره الجامعه بهالظروف يعني الاستثنائيه
استمرينا وتميزنا في عملية التقديم من خلال فيرتشوال أونلاين، وحاولنا أن نقدم للطلبة أسهل الأمور مثل ما تفضل أخونا محمد، أن نصل لمرحلة أي شيء يحتاج الطالب يكون موجود من خلال الأوتوميشن ومن خلال تقديم الطلب للصندوق الطالب أو براءة الذمة أو شيء. نعم دكتور، يعني لو سألتك عن يعني حتى عملية يعني أنتم كإداريين وكأساتذة وأكاديميين كذلك، يعني أنا بنتكلم عن التعلم وكذلك ما بعد التعلم لمرحلة التقييم النهائي ومرحلة يعني الامتحانات، شلون يعني تمت هذه العملية من بداية لنهايتها في عملية التقييم النهائي ووضع الدرجات؟ والله إحنا الحمد لله كانت الفصل الثاني كان تحدي، لأن أول فصل أمانة مو فقط لإدارة جامعة العلوم التطبيقية، هي لجميع الجامعات سواء الحكومية والخاصة، لكن الحمد لله وجدنا أنه في نجاح الحمد لله، في رضا بالنسبة للطلبة وفي رضا بالنسبة للجانب الأكاديمي والإداري. والدليل على ذلك تسجيل بعض الطلبة أيضا بالفصل الصيفي، يعني في إقبال كبير على التسجيل في الفيرتشوال أونلاين. لكن مثل ما قلت لك كان في سهولة في عملية تقديم البروجكتات، عملية ترتيب، وهذا طبعا كان في تعاون مباشرة مع إدارة الجامعة ومع الأكاديمي الجانب الأكاديمي ومجلس الطلبة بالتواصل للطلب. يا محمد، يعني لو يعني قبل ما نختم معك، لو قلنا لك أن شنو من كلمة أنت حاب اليوم توجهها إلى زملائك الطلبة والطالبات كونك رئيس مجلس الطلبة خاصة في جائحة كورونا؟ هو مثل ما ذكرت، إحنا كمجلس طلبة أول شيء شفنا الوضع أنه ترى هاي تحدي يعود علينا، لأن ما في مجلس طلبة قبلنا نحط في الموقف، وإحنا لا ننسى مكاننا أنه ترى حلقة وصل وإحنا مكلفين لإيصال صوت الطلبة، ترى هاي مو مناصب تشريفية لنا. فحاب أوجه رسالة شكر لإدارة الجامعة على سرعة تجاوبها معنا، على اهتمامها وحرصها على التغذية الراجعة للقرارات الصادرة منهم، لأن إدارة الجامعة بس حاب أوضح شغلة، تأخذ بعين الاعتبار برأي الطلاب، تأخذ بعين الاعتبار كل ما يصب في مصلحة الطلبة في صياغة قراراتها، فإحنا ما عندنا أشياء على قولتهم جامدة. وحاب أشكر عمارة شؤون الطلبة على صدرهم الرحب كان اللي كان معنا، يعني كلنا مرينا بأوقات كنا متوترين فيها، صدر عمارة شؤون الطلبة الرحب على رأسهم دكتورة حياة مشكورة والأستاذ محمد النجار وجميع العاملين فيها. حاب أشكر أعضاء مجلس الطلبة اللي وياي على مثابرتهم وصبرهم في الفترة اللي راحت، وإن سوينا شغلنا وإن شاء الله قدرنا نأدي الأمانة على أكمل وجه. دكتور محمد، والله نتمنى إن شاء الله الله يفرج علينا ويزيح هذه الغمة عن مملكة البحرين بشكل خاص وعن جامعة العلوم التطبيقية وجميع المؤسسات التعليمية، ونرجع مثل ما كنا سابقا إن شاء الله بإذن الله. هي نقطة أمانة مثل ما قلت بالبداية، هي نقطة أن بدينا نتعلم بفوائد الفيرتشوال أونلاين والتدريس وكذا، صعب كنا سابقا نفكر يعني كيف الطالب راح يتعلم من خلال عن بعد، لكن سبحان الله الإجبار في بعض الأمور أدى إلى التواصل وإلى التعلم، وإن شاء الله ربنا عز وجل يوفقنا إن شاء الله. ما في ضرر طبعا من الاستمرارية في هذا النوع من التعليم بلا شك، يعني دكتور مع الرجوع إلى الحرم الجامعي بالتأكيد، يعني سعدنا بوجودكم معنا، يبارك لكم يعني نجاح هذه الفصل الثاني، نتمنى في الفصل الصيفي نتمنى لكم التوفيق والنجاح، نتمنى لك محمد طبعا المزيد من التقدم أنت وزملائك الطلبة. شكرا على حضوركم معنا الدكتور محمد يوسف نائب رئيس جامعة العلوم التطبيقية للشؤون الإدارية والمالية وخدمة المجتمع، وطالب محمد أحمد جناحي رئيس مجلس الطلبة في جامعة العلوم التطبيقية، شكرا على حضورك. شكرا لكم. مشكورين. مشكورين على الاستضافة. مشاهدينا الكرام، فاصل وراجعين. تعيش يومك طبيعي ما تحس بأي أعراض، بس في الواقع
تنقل العدوى إلى شخصين أو ثلاثة، وهالشخصين ينقلون العدوى لشخصين أو ثلاثة، وبهالطريقة ينتشر الفيروس وتصعب السيطرة عليه. لكن لو قعدنا في البيت وطبقنا التباعد الاجتماعي، يعني مثلاً لو هالشخص ما زار صديقه، لو هالشخص اشتغل من البيت، لو هالشخص ما راح السوق، لو هالشخص ما راح جمعة الأهل، لو كلهم التزموا بالتعليمات، راح يقل عدد المصابين من 406 إلى 15 مصاب فقط، ويمكن أقل. بالتالي راح يقل الضغط على الكادر الطبي وتتحسن جودة الخدمات الصحية. هذا الحد الفاصل بين الانحسار والانتشار، والفرق هو أنت. حياكم الله من جديد. طبعا مشاهدينا، فكرة التعليم عن بعد في الجامعات تهدف إلى الحفاظ على سلامة الطلبة وأعضاء الكادر الأكاديمي والإداري، وتحقق أيضا التباعد الاجتماعي اللي يدعم الجهود الوطنية لاحتواء ومنع انتشار فيروس كورونا. وهذا القرار جاء من مبدأ المسؤولية والشراكة المجتمعية. أكيد طبعا بسام، ومن ضمن الجامعات اللي أطلقت نظام التعليم عن بعد منذ بداية إصدار قرار تعليق الدراسة في مؤسسات التعليم العالي هي الجامعة الخليجية، وذلك لوجود البنية التحتية الداعمة للتكنولوجيا والكوادر المدربة فيها. واستخدمت الجامعة تطبيق مايكروسوفت تيمز اللي مكن الطلبة من متابعة محاضراتهم والتواصل مع أساتذتهم بشكل متطور، كل ذي طبعا حرصا منهم على تعويض طلبتهم عن فترة تعليق الدراسة بسبب هذا التحدي الصحي. بالتأكيد. وللحديث أكثر عن تجربة الجامعة الخليجية في التعليم عن بعد يسرنا يكون معنا عبر السكايب رئيس الجامعة الخليجية الدكتور مهند المشهداني. مساك الله بالخير دكتور، لو تحدثنا أكثر شلون كانت تجربة الجامعة في التعليم عن بعد. مساك الله بالنور. في الحقيقة تجربة الجامعة الخليجية بدأت منذ اليوم الأول لتعليق الدراسة، حيث تم تحويل الدراسة face to face إلى الدراسة عن بعد باستخدام التقنيات الحديثة. حقيقة رسالة الشكر والتقدير أقدمها إلى جميع أبنائنا الطلبة على تفاعلهم الجدي والحثيث مع التعليم عن بعد والتزامهم بكل الإرشادات والتعليمات، وكذلك رسالة الشكر إلى جميع أساتذة الجامعة الخليجية لما أبدوه من روح تعاون وحرص على إتمام العمل الدراسي على أفضل وجه. حقيقة الجامعة الخليجية كانت من أولى الجامعات التي تحولت 100% إلى Virtual University، كون الجامعة الخليجية تحتوي على الكثير من مفردات التعليم التكنولوجي وتحتوي على إنفراستراكشر كامل لإدارة التعليم عن بعد وإدارة الصفوف الافتراضية عن بعد بجودة عالية. كذلك أن أغلب أعضاء هيئة التدريس كان لهم الدور البارز والأساسي ويحيوا في إدارة هذه الصفوف الافتراضية، كون لهم الخبرة الكافية، حيث تم إعداد الأساتذة مسبقاً من 3 سنوات لدينا دورات عن بعد في إدارة التعليم التكنولوجي. استخدام التكنولوجي في التعليم هو المستقبل، استخدام التكنولوجي في التعليم هو الترند، ليس فقط على مستوى إدارة الصفوف الافتراضية، وإنما الجامعة الخليجية تبنت كل الفعاليات التي لديها وتحويلها من الطريقة التقليدية إلى الطريقة عن بعد. على سبيل المثال خدمة المجتمع، تم طرح العديد من الورش الهادفة لخدمة المجتمع، كذلك تطوير أعضاء هيئة التدريس، تم إدخال أعضاء هيئة التدريس في الكثير من الورش عن بعد، المؤتمرات تم تحويلها إلى Virtual Conference، كل الفعاليات داخل الجامعة تحولت إلى Virtual، وهناك تفاعل جدي وكبير من قبل الطلبة ومن قبل الحضور. حقيقة احنا خلصنا هذا العام، احنا وشكنا نخلص هذا العام، كل ما نفكر فيه هو الإعداد للعام القادم، حيث هناك تواصل مستمر مع وزارة التربية والتعليم وتمثل مجلس التعليم العالي وكذلك هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب من اجل وضع التصور الكامل والأطر العامة لإدارة التعليم في 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 في, في سبتمبر القادم في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، حيث أعدت الجامعة الخليجية الكثير من السياسات والإجراءات وكذلك رفض الجامعة في العديد من البرامج الحديثة، وعلى سبيل المثال تم شراء برامج حديثة لإدارة الامتحانات عن طريق الـ IR أو يسموه الـ Artificial Intelligence،
لإدارة الامتحانات ومراقبة إداء الطلبة عن بعد باستخدام هذه الأنظمة اللي هي الأونلاين انفيجيليشن. الهدف هي الحفاظ على الشفافية والعدالة وتحقيق مخرجات تعلم تليق بأبناء مملكة البحرين وتليق بطلاب الجامعة الخليجية. استعداداتنا بدأت منذ الآن للعام الأكاديمي القادم، مثل ما قلت من خلال وضعنا خطط واستراتيجيات لإدارة التعليم، وبالذات احنا سوف نركز على البليندد ليرنينج كون هو المستقبل في إدارة التعليم العالي. ايضا الجامعه سعت الى استخدام مختبرات فيرتشوال، وتم عمل تم عمل الكثير من التجارب واداره المختبرات عن طريق الكلاود سيستم. فتم الطلاب عمل تجارب عن بعد من خلال الكمبيوترات مالتهم عن طريق السماح لهم بالدخول عن طريق الفيرتشوال لابس. كل هذا هو تسعى الجامعة إلى أن تحول جميع النشاطات والفعاليات الأكاديمية إلى فعاليات فيرتشوال، هدف وخدمة الطالب وخدمة العملية التعليمية وخدمة مملكة البحرين. وشكرا. نعم الدكتور مهند المشهداني رئيس الجامعة الخليجية، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا ناخذ معاكم هذا الفاصل وراجعين نكمل باقي فقراتنا. فيروس كورونا كوفيد 19 حول العالم وتأكيد المخالطة كأحد أكثر الطرق لنقل العدوى، يبقى السؤال شلون تتم عملية المخالطة وشلون نحمي نظامنا الصحي. خذ مثال عشان تكون الصورة واضحة، خالد حامل للفيروس لكن ما تظهر عليه أي أعراض ويظن أنه سليم، يلتقي براشد فينقل له العدوى بدون ما يدري، يواصل الاثنين حياتهم بشكل طبيعي في الوقت اللي يطمئن راشد بحالته الصحية ويخالط صديقه حسن واخته مريم. تبدأ الأعراض بالظهور تدريجياً على خالد اللي نقل العدوى حق راشد سابقاً، فقام راشد نقلها إلى صديقه حسن واخته مريم ومن حولهم في سلسلة من المخالطات المتكررة اللي تعيق الحد من انتشار الفيروس. تذكر دايماً أن كل فرد يلعب دور أساسي من خلال اتباع الإرشادات والاحترازات لتعزيز الصحة العامة وحماية نظامنا الصحي. مسؤولية كل فرد في المجتمع حماية نفسه وأسرته ومجتمعه من خلال الالتزام بالإجراءات الاحترازية. التزم بمسؤولية، كلنا فريق البحرين. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، متواصلين معاكم في الحديث عن تعامل مؤسساتنا التعليمية العالية باحترافية مع الظروف الاستثنائية اللي فرضها انتشار فيروس كورونا فيه، كذلك استثمار التكنولوجيا الاتصالات المرئية والخوض في تجربة متميزة وفريدة. بالفعل يعني بسام، من ضمن المؤسسات التعليمية اللي حققت نجاح خلال هذه الفترة اللي هي الجامعة الأهلية، حققت تجربة متميزة في المحافظة على سير العملية التعليمية مستفيدة من البنية التكنولوجية المتقدمة لديها. عشان نتكلم أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في الاستوديو الدكتور حميد مطر رئيس قسم اللغات الإنجليزية في الجامعة الأهلية. مساك الله بالخير دكتور، يا أهلا وسهلا فيك. مساء الخير دكتور. يعني مع بداية انتشار فيروس كورونا وإطلاقنا عليها جائحة، فلازم أن كانت في هناك حزمة من التدابير الإجرائية اللي اتخذتوها في جامعة الأهلية، لو تكلمنا عنها. شكرا على الدعوة في البداية، وشكرا للقائمين على تلفزيون البحرين. لننطلق مباشرة للنقطة اللي احنا أساسا جئنا من أجلها. طبعا هناك بعد عالمي لن نتحدث فيه، المشكلة تعرض لها الجميع، جامعات عريقة متميزة كبيرة ذات إمكانيات هائلة لا زالت تواجه
مشكلات في طريقة التعامل مع الموضوع. إحنا في الجامعة الأهلية عندما تم إيقاف أو تعليق التدريس في مدارس وجامعات البحرين على ضوء الجائحة وتعقيدات الموضوع، كنا قد قضينا تقريبا 3 أسابيع ضمن البرنامج الاعتيادي وتوقفنا بعد ذلك. ولكن للأمانة، وهذا شيء فاجئ الجميع، وأنا يجب أن أقر أن أنا من الناس اللي تفاجئوا أن احنا شلون تمكننا من التحول للأمانة دون مبالغة، التحول من التعليم التقليدي، كنا مستقرين على أساليب وآليات بلا شك مريحة ومستقرة، كان تحدي، ولكن التحدي تم تحويله إلى فرصة حقيقية. والجامعة الأهلية بقيادة الجامعة من الرئيس المؤسس البروفيسور الحواج ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور منصور العالي، العمداء وقسم تقنية المعلومات، أصبح لأقسام تقنية المعلومات أدوار متميزة في هذه الضبط، أصبحوا مهمين جدا. فإحنا اتجهنا بشكل سريع وعقدنا ورش تدريبية مكثفة للأكاديميين قبل الطلبة. يمكن إحنا عندما نتحدث عن موضوع التحول السلس دائما نغفل جانب مهم في العملية وهو الطالب. أنا أعتقد إحنا في الجامعة الأهلية عنصر أساسي من عناصر نجاح التجربة هو الطالب. صحيح. الطلبة في جامعة البحرين أو في الجامعة الأهلية، الطلبة في هذه المرحلة العمرية يطلق عليهم اليوم الجيل الرقمي، Digital Generation. هدول يتعاملون مع تقنية المعلومات بشكل سلس دون تعقيد. لذلك احنا وظفنا تقنية المعلومات وتحديدا منصة مايكروسوفت تيمز، وتستخدم للتدريس والاجتماعات والمحاضرات، وبدأ العمل في الأسبوع الرابع مباشرة، وكان هناك إصرار على أن تكون المحاضرات في ذات الوقت وفقاً للجدول المعلن، أي أن الطالب يلتحق بالمحاضرة ويدخل على نظام التعليم في نفس الوقت حسب الجدول المعلن دون تغيير. بلا شك دكتور، يعني احنا اذا نتكلم عن الثقافه الالكترونيه والرقميه لدينا في مملكه البحرين والبنيه موجوده جداً. ولكن نحن يمكن اليوم نتكلم عن اتخاذ القرار في عمليه التحول الكامل الى يعني رقمنه ويعني وحوسبه العمليه التعليميه بشكلها الكامل. صحيح، كانت هناك تحديات دكتور جدا، ولكن يعني حدثنا عنها، التحديات بالنسبة للمحاضر وبالنسبة للطالب. أمين. إحدى التحديات هي مسألة تمكين وتدريب الأستاذ، يعني ليس كل الأساتذة متمرسين في عملية التعامل مع التكنولوجيا وخاصة لموضوع التدريس والتقييم أيضا. نعم. تحدي آخر. نعم. التقييم. كان هناك قرار بضرورة البدء، وكان هناك توجيه وحشد للإمكانيات الموجودة، ما شعرنا بأي مشكلة في الانتقال مباشرة. طبعا هناك تحديات، مثلا قضية الحضور والغياب، أيضا هناك مسألة الساعات المكتبية، الأستاذ لديه ساعات مكتبية، الآن ما هي الطرق؟ انتقلنا إلى ساعات مكتبية أونلاين على نفس البرنامج، الطالب أصبح لديه متسع للتواصل مع الأستاذ حتى خارج الساعات المكتبية من خلال البريد الإلكتروني، من خلال الرسائل النصية القصيرة، أو من خلال البرنامج نفسه. إحدى التحديات الحقيقية هي موضوع التقييم. الطالب قلق، كيف سيكون تقييم؟ صحيح. هناك طبعاً آليات اعتمدت بمباركة من التعليم العالي واعتمدتها معظم الجامعات، من ضمنها جامعة البحرين اللي هي الجامعة الأكبر في البحرين، وأتاحت للطالب فرصة الذهاب إلى خيارات، هل تود أن تذهب إلى
ناجح أو ساقط فقط بناء على العمل اللي يتم أونلاين، أو لا أنت تريد تذهب إلى درجة، تريد تأخذ A أو B. الطالب اللي ذهب لهذا الخيار وفرنا له إمكانية أن يأخذ امتحان أونلاين أيضا بعد نهاية الفصل، ومجموعة لا بأس بها وخاصة من المتميزين ذهبوا إلى هذا الخيار لأنهم أرادوا أن يحصلوا على درجة تميزهم وترفع من معدلهم. وكانت العملية بشكل عام أنا تقديري ناجحة. واجهنا صعوبات، ولكن كل هذه الصعوبات تم تذليلها، والآن احنا بدأنا الفصل الصيفي والتسجيل جيد جدا، وهو مؤشر على فكرة، هذا إنديكيتر مؤشر إن الطلبة وجدوا في البرنامج أونلاين عن طريق الإنترنت تجربة جيدة، وهم أيضاً عندهم قدرات متميزة في التعامل مع تقنية المعلومات، وتعلمنا منهم وتعلموا منا. أكيد. هاي هي تقريباً الصورة الأساسية. جميل. يعني الحلو دكتور نحن لما نشوف يعني ونسمع عن هذه الإجراءات نشوف أن جميع وأغلب مؤسسات التعليم العالي جميعها خضعت للإجراءات والتدابير الاحترازية اللي فرضتها اللجنة التنسيقية حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلبة. طبعاً. والجميل أيضاً أن كان في مرونة حلوة من قبل الجامعات في مساعدة الطلبة. جداً. إحنا لازلنا مستمرين يعني دكتور، بس ما عارف الجماعة مجهزين لنا في تقرير. نعم. إذا كان جاهز معنا. جاهز معنا التقرير. احنا راح يعني نستسمحك دكتور فضل. في ان احنا راح نشوف تصريح الى الدكتور عبد الله الحواج رئيس ممتاز. الجامعه الاهليه اللي شرح لنا يعني عن تجربه الجامعه الاهليه في التعليم ممتاز. عن بعد، ونتابع بعدين معك دكتور باقي اللي خلينا ان شاء الله. كانت توجيه من اللجنه التنسيقيه برئاسه صاحب السمو ولي العهد ان نتحول الى التعليم عن بعد، واقول لكم بكل صدق أنه التجربة كانت ممتازة في النسبة للجامعة الأهلية. خلال أكثر من خلال أقل من 24 ساعة بعد ورشة عمل سريعة جدا تحولنا إلى التعليم عن بعد، التعليم الإلكتروني، واجتماعاتنا تحولت بالتعليم الإلكتروني. استخدمنا طبعا كل المنصات، المايكروسوفت تيمز، مودل، أيضا السكايب والزوم. والحمد لله في بعض الحالات هناك إصرار من الطلبة أن يستمر التعليم في هذا الاتجاه، لأن أصبحت عندهم الفرصة أنه يتعاطوا مع الأستاذ وفي نفس الوقت يسجلون كل المحاضرة ثم يعيدوها مرة ثانية، فأصبحت فرصة جميلة لهم. حتى إن بعض الإحصائيات التي حصلنا عليها من الاستجوابات اللي أرسلناها ومن السيرفيز اللي عملناها يا ليت يستمر التعليم. فأنا أقول بكل أمانة إن الدول التي استثمرت في البنى التحتية وفي تكنولوجيا المعلومات يجب أن تستغل هذه المعضلة، ويقولون من كل أزمة الحقيقة تطلع فرص، ففي فرص جميلة جدا ممكن أن تكون البحرين سباقة فيها. التعليم في البحرين يجب أن يكون سباق في الاتجاه، ولذلك أنا أدعو إلى أن تكون لوائحنا وقوانيننا سريعة جدا وما تكون متأخرة حتى نلعب دور مهم في قطار الحضارة، لأنه التعليم ما بعد الكورونا لن يكون مثل التعليم قبل الكورونا. احنا صلنا 200 سنة تقريبا تعليم كلاسيكي وجها لوجه نطور فيه، ولكن اليوم في هزة كبيرة سيتحول التعليم إلى تعليم آخر، لذلك لابد أن نتحدث عن المولود الجديد حجمه شكله. ولذلك أنا أقول لكم أن الجامعة الأهلية وفقت توفيق كبير في التحول إلى التعليم الافتراضي، ومن يسميه التعليم الرقمي، وهناك من يسميه التعليم عن بعد، ولكن لم يعد التعليم عن بعد كما كان في السابق، لأن اليوم أنت قريب جدا تشوف الشخص أمامك تتحدث معه، لم يتبقى إلا شيء واحد أنه أيضا تشم ريحته. ولذلك أنا أقول الحقيقة أن الجامعة الأهلية وعدد من الجامعات الأخرى في البحرين توفقت الحقيقة في الوصول إلى الحلول المناسبة، وأنا أشكر الحقيقة
المنصات اللي سمحت لنا بذلك. وما أنسى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية اللي خلت وضعت البحرين في موقع مهم جدا جدا، ولم يعني لم تكون الجائحة يعني مخيفة جدا، ولكنها طبعا بلا شك هي كارثة ونتمنى أن نطلع منها. بس الجامعة الأهلية الحقيقة أخذت في كل الحسبان، والآن أبحاث كثيرة قاعد تكتب في هذا الاتجاه وتصورات جديدة، لأني أنا أعتقد بأنه حتى لو عدنا إلى التعليم وجها لوجه في المستقبل راح يكون هناك محاذير كثيرة، منها التباعد الاجتماعي. الآن الناس كلها تغير سلوكها، يعني حتى السلام أصبح متغير، وربما هي أيضا فرصة أن نتعلم الحقيقة للمستقبل. بس الشيء الجميل اللي أؤكد عليه الحقيقة وأريد أؤكد عليه أنه الدول التي استثمرت في تكنولوجيا المعلومات واستثمرت في البنى التحتية في الاي سي تي، في الكمبيوترايزيشن، في الانترنت، في كذا، يجب أن تستغل هذه المشكلة اللي صارت، ويجب أن تحول الحقيقة التحديات إلى فرص. مستمرين معكم مشاهدينا مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور حميد مطر. يعني دكتور، يمكن دائما يكون في تساؤل الآن يراود من لم يجرب، خلينا نقول مثلا التعليم عن بعد، إيش كثر يكون في تفاعل ما بين الطلبة وما بين الكادر الأكاديمي من خلال المقارنة ما بين الصفوف الصفية والفصول الافتراضية؟ في البداية يجب التمييز بين مفهومين أنا ملاحظ أن في خلط. هناك فرق، بل فرق شاسع، بين التعليم عن بعد واللي هو يشار له بالإنجليزية distance learning والأونلاين learning اللي هو أو teaching اللي هو التعلم عبر شبكة الإنترنت. التعلم عن بعد لم يكن في تفاعل بين الطالب والأستاذ. الآن إحنا التجربة اللي مرينا فيها اللي هي التدريس، ودائما أركز على التعليم والتعلم عن طريق الإنترنت. نعم. عمليتين مترابطتين. من ضمن الميزات الأساسية اللي ميزت هذه التجربة وإحنا اكتشفناها بشكل مباشر مسألة التفاعل. في تفاعل حي، كل طالب سواء أراد أم لم يرد هو يطلب منه أن يكون له دور في التفاعل من خلال الإجابة على أسئلة الدكتور. بل قد أذهب أبعد، يمكن أنت من خلال المحاضرة إذا كان في 30 أو 40 طالب قد لا تستطيع التفاعل مع كل طالب بشكل منفرد. هنا تستطيع، أنت أمامك ليست قائمة بأسماء الطلبة، تنادي الطالب بالاسم وتطلب منه أن يجيب على السؤال، فهناك تفاعل بين الأستاذ والطالب، وهناك تفاعل بين الطلبة بعضهم بعض. فالتجربة للأمانة نحن نرى أنها ناجحة، والموضوع ليس نرى أو لا نرى، هي المسألة قادمة. هذه رأي العلماء المتخصصين في الجامعات، أن هذه ربما قد تكون رب ضارة نافعة. نعم، قادمة لا محالة بلا شك. احنا امام اليوم امام يعني تجارب ناجحة، ومنها تجربتكم في الجامعة الأهلية. نعم. لكن بعيدا عن هذه التجارب الناجحة، يعني بشكل عام من وجهة نظرك دكتور، يعني من وجهة نظر أكاديمية، نعم، يعني هل هناك سلبيات من التعلم عن بعد؟ يمكن اول شيء خلينا نروح لموضوع المحاضرات. المحاضرات المنتظمة هي ذات المحاضرات، الفرق ان انا في مكتبي والطالب في بيته او في كوفي شوب او somewhere else في محل اخر. اذا كان هناك سلبيات، وهذه دائما تطرح، حتى انا اليوم وانا جاي الى الاستوديو زملاء اكاديميين يسالون ماذا لو طرحت قضيه الامتحانات التقييم تقييم الطالب والامتحانات،
نعم هذه مشكلة أو صعوبة، ولكن وهذه بناء على دراسات، في دراسة كبيرة جدا اللي هو Times Higher Education مع 200 أستاذ في جامعات متقدمة في العالم في 53 بلد، وسئلوا هذا السؤال: ما هي بدائلكم للامتحانات؟ قد يكون هناك غش. فكان الرد أننا يجب أيضاً أن نتحول لأساليب مختلفة. الامتحان ليس بالضرورة مقياس دائماً، يجب أن يكون هناك وزن أكبر للتقييم المستمر. وبعضهم أكثر من 70% من الأساتذة كانوا يرون ضرورة أن يكون التقييم المستمر والمهام اليومية التي تعطى للطالب أن تأخذ إلى 70% من المعدل. معناها أنت بلا شك عليك أن تتكيف. طبعاً مع الوقت ستبتكر طرق قد تكون غير موجودة الآن بشكل كامل لمراقبة الطالب أثناء الامتحان. ولكن إحنا تجربتنا في الجامعة الأهلية كان التركيز على الكنتينيوس أسسمنت اللي هو التقييم الدائم، وأعطي وزن أكبر كي نكتشف إمكانيات الطالب الحقيقية من خلال المهام التي تعطى إليه بشكل يومي، ومن خلال تفاعل الطالب. حتى تفاعل الطالب في المحاضرة وإجاباته على الأسئلة بثقة أيضاً تعكس إمكانيات لدى الطالب. نعم، زادت من نسبة يعني الاجتهاد الذاتي بالنسبة للطالب. نعم، من ميزات التعلم عن طريق الإنترنت هي أنها فرضت على الطالب أن يكون منضبط، أن يكون ملتزم، أن يتحمل المسؤولية، لأنه هو ليس مراقب في قاعة. أتكلم دكتور من ناحية البحث عن المعلومة، هل يعني أصبح الطالب اليوم أكثر يعني إلحاحاً ويعني في البحث عن المعلومة؟ طبعاً الطالب من ناحية التعلم الإلكتروني. نعم طبعاً الطالب ليس واحد، هناك الطلبة هم فئات من المجتمع. هناك الطلبة المتميزين الذين يعملون بجد، كانوا يعملون بجد أثناء فترة التدريس التقليدي واستمروا بل وأصبحوا أفضل. ولكن من ميزات التعليم عن طريق الإنترنت إن أنت بإمكانك أن توسع آفاق الطالب وأن تتوسع في شرح النقطة من خلال الذهاب إلى مواقع وأنت جالس مع الطلبة. أن تذهب لموقع وتفتح قواميس متخصصة وتشرح للطلبة. طبعاً كله يعتمد على طبيعة المادة وطبيعة المقرر، ولكن بشكل عام هذه هي الصيغة السائدة. ولكن سيكون هناك تطور مع الوقت. أكيد يعني دكتور إحنا لابد أن بيكون في تطور، لأن مثل ما تفضلت وقلت يعني هذه توجه عالمي، والآن إحنا يمكن سبقنا في هذا التوجه بسبب جائحة كورونا. لكن يمكن قبل ما نختم معك دكتور، يمكن بعض المخاوف كانت تراود الطلبة منذ خلينا نقول بداية الجائحة، مثل ما تفضلت قلت عملية التقييم وعملية دي، وكان يظل في سؤال يعني هل إحنا راح ننجح في التعليم عن بعد؟ هل احنا كطلاب اليوم راح نستفيد؟ هذه مرئيات الجامعه، هذه مرئيات التعليم العالي، هذه مرئيات لجنه تنسيقيه، لكن احنا اليوم كطلبه هل احنا راح نستفيد من التعلم عن بعد؟ يضيف لنا شيء؟ طبعا نعود لذات النقطه، العمليه التعليميه تقوم على طرفين، الاستاذ والطالب. الاستاذ يعطي المعلومة، ولكن من يتلقى المعلومة ويتفاعل معها ويستوعبها هو الطالب. نحن من خلال التجربة كان الطلبة يراودهم بعض القلق، وهذا شيء طبيعي، أي شيء جديد أي شيء متغير يثير القلق بلا شك. ولكن مع الوقت تبين لهم أن العملية ليست بهذا التعقيد، وأن الأستاذ سيكون مرن ضمن حدود موضوعية في التعامل مع الموضوع. الآن لاحظنا في الصيف قرص البرنامج الصيفي أصبح الطالب يتصرف بثقة أكبر،
وأصبح الطالب يطالب بأن يأخذ مسار الامتحان النهائي، ما يريد أوكي أعطني P or F pass or fail، قد تكون أسهل. لا، بدأ يطمح وبدأ يشتغل وبدأ يتعامل على هذا الأساس، تكيف مع الوضع، بدأ يتكيف. ونحن نعتقد أن احنا لا نعلم ماذا سيحدث في سبتمبر، الأمور وفي يدنا، غير واضحة، غير واضحة. ولكن في حال استمرينا نحن نعتقد، وهنا قناعة راسخة، بأن الأمور ستكون أفضل وأكثر كفاءة وفعالية إن شاء الله. نعم دكتور، يعني احنا سعيدين بهذه التجارب اليوم، مرت علينا أكثر من تجربة في الحلقة، منها جامعة البحرين وعلوم التطبيقية والأكاديمية الشرطة، يعني كلهم اتجهوا إلى هذه إلى هذه التجربة. لكن دكتور قبل أن نختم معك، هل من كلمة أخيرة حاب توجهها سواء للمجتمع أو للطلبة والأكاديميين حاليا؟ طبعا هو يعني بشكل عام الواحد لا يعني لا يود أن يبدو فيلسوفا، ولكن الواقع أننا بدأنا نتحدث عن عالم ما بعد كوفيد 19. العالم يتحول، التعليم يجب أن يتحول، الاستراتيجيات يجب أن تعاد صياغتها. كل جامعة عندها رؤية ورسالة وأهداف، هذه يجب أن يعاد النظر فيها وتكييفها لتتعامل مع هذا الواقع الجديد. ولكن الإنسانية قادرة على التجاوب والتكيف مع أي معضلة وتجاوبت في الماضي. جميل، احنا الحمد لله يعني اثبتنا هذا الشيء، وكنا جدا يعني مرنين في التعامل مع جائحه كورونا، ولم تقف العمليه التعليميه ولله الحمد. دكتور حميد مطر، رئيس قسم اللغات الاجنبيه في الجامعه الاهليه، شكرا جزيلا لك ولحضورك معنا. شكرا شكرا شكرا. فاصل مشاهدينا وراجعين نواصل معكم. هني في البحرين كل اللي تحبونه، حلوة وهني الطيبة وهني النخل وهني الماي والعيون، هني الجمال، هني البحر، هني الصيد، هني اللولو، هني كل شيء جميل. هني في البحر، قصة أغنية هني في البحرين، فرحي بي يترحب بالناس بعدين تتكلم عن البحرين. يا مرحبا بيكم هني في البحرين، خلوني بسولف واروي عن البحرين. لما جيت عند غنية البحرين والشيخ عيسى كاتبها بطريقة يعني جميلة جدا، اتكلم عن جمال البحرين وعن تاريخ البحرين وعن طيبة البحرين. هني في البحرين لا دنيا تشغلهم، لا هم ولا أحزان، كل من حواليهم ربع وأهل وإخوان، ربع وأهل وإخوان، كل من حواليهم ربع وأهل وإخوان، ربع وأهل وإخوان، في ديرتي من سنين هني في البحرين، في ديرتي من سنين هني في البحرين. يا مرحبا فيكم هني في البحرين. مشاهدينا ننتقل معكم الحين لبسام اللي راح يستعرض معنا اخر الاحصائيات المتعلقه بفيروس كورونا في مملكه البحرين. تفضل بسام. شكرا رقية. نستعرض معكم مشاهدينا اخر احصائيات وزاره الصحه حتى اليوم 30 يونيو 2020. اجرت مملكه البحرين حتى اليوم اكثر من 545 الف فحص، وهي النسبه اللي تتفوق بها البحرين على اكثر دول العالم تاثرا بالفيروس على مستوى حجم اجراء الفحوصات مقارنه بعدد السكان. بلغت الحالات القائمة حتى اليوم 5224 حالة، ووضع الحالات المستقرة منها ولله الحمد يبلغ 5184 حالة، فيما يبقى 40 شخص تحت العناية اللي نتمنى لهم الشفاء العاجل
يا رب العالمين. أما الحالات القائمة اللي تتلقى العلاج 79 حالة، وما المتعافين فيبلغون 20,928 متعافي حتى اليوم، والوفيات 87 حالة. نسأل لهم الرحمة والغفران ولذويهم الصبر والسلوان. يعني حصيلة حالات اليوم في مملكة البحرين: رصد 534 حالة جديدة فيروس كورونا، منها 326 حالة لعمالة وافدة، و200 حالة لمخالطين، وثمان حالات قادمة من الخارج، وتسجيل ثلاث حالات وفاة، وتعافي 411 حالة. هذه كانت آخر إحصائيات وزارة الصحة حتى اليوم الثلاثة، وهذه كل اللي عندي، وعودة لك رقية. شكرا بسام، يعطيك العافية، الله يحفظ البحرين ويحفظ أهلها ويديم علينا دائما يا رب نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة سيدي جلالة الملك المفدى، أيده الله ورعاه. أثبتت البحرين خلال مواجهتها لفيروس كورونا ديناميكيتها وسرعة استجابتها للمتغيرات، وهالأمر بالتأكيد يعكس قوة وكفاءة أبناء الوطن في كل المجالات. الحمد لله بسام، احنا دائما نفخر ونعتز بانتمانا لمملكة البحرين وتحقيق المملكة العديد من الإنجازات في هذه الفترة، وهذا الشيء طبعا أكيد بفضل ترابط الجهود وتكاتفها، وأيضا بفضل وعي المجتمع وتفاعل المواطنين والمقيمين الإيجابي مع الإجراءات الوقائية والاحترازية اللي تم اتخاذها من أجل الحد من انتشار الفيروس. بالتأكيد يعني جهود كبيرة يقدمها كل أفراد فريق البحرين اللي يستحقون بكل تأكيد الشكر والثناء، فهم متواجدين في الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا والقضاء بإذن الله على هذا الوباء. احنا ما نقدر نقول إلا أن الله يحفظ البحرين يحفظ أهلها. وصلنا وياكم مشاهدينا لختام حلقة اليوم، نلقاكم باكر في حلقة جديدة إن شاء الله من برنامج مجتمع واعي مع الزملاء فواز وللوى. مع السلامة، في أمان الله.